الله على مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد احمد الله سبحانه وتعالى ان جمعنا على دراسه العلم الشرعي واسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع احسنه ويجعل اجتماعنا هذا لوجه الكريم. الحمد لله نصلي كل نوتي الله تعالى صلوات ابن سلام النبي فيها محمد صلى الله عليه وسلم لان انتقان دون قرابتنا سنبيل بعد القيامة مهدينيا ومسير وقلنا تؤي سلق لكو فاقصرام سبول فالله تعالى فرنا ارهدني في ونتيكم سمان كتابي مكدوه تعالى بين الله تعالى سرطا ومعيان مهين القلوس اخلاص ان بطيكم في كنا تبيني قرنا سن الله سبحانه وتعالى. نبدأ بإذن الله تعالى على ما أعلن الإخوة بمتن بدراسة متن الفصول الثلاثة. نعم. إن شاء الله تعالى لهم يا عدويني تنعني تنيو مقليلي من كتاب الفصول الثلاثة. لكن لابد أمور أن تبين قبل البدء بالدورة. نعم. سواء حديث بكم متبكتنا أو ما فرق على ما بيعني بدرة. الأمر الأول يعني نريد من الجميع أن يطالعوا متن الأصول الثلاثة. الأصل كان أنه يحفظ من جميع الطلاب، لكن طالما أن البعض حضر ولم يحفظ فنريد يعني قبل كل درس ان تراجعوا هذا المتن حتى تعرفوا الذي ناخذ يعني نحضره للدرس. نعم. بما فتن حديث المكفرتنا اتوا يعني مقليلاي امي ما سيلا مكبس في كتاب اصول الثلاثه ملينكت بما يعني ريبي هندلا supaya dia mengetahui sendiri. Dan لا أحد يكتب أثناء الدرس بعد أن ننتهي من الدرس إن شاء الله تعالى تكتب فيما بينكم الفوائد إن شاء الله تعالى. نعم. إني كرو بركالا سبينة قاتها أسابه الشيخ مقليل أي إن كتاني من جري مقصولا سلاوة من جري نسجا كتاني مقصولا فهم أوروس نبي آيات مقصولا كنا تؤمن من كتب كمنا تتنغى بنا بلا ينجر التأدب بآداب طالب العلم. Ini kalau sebagai kita maklah tabiat dia semua tabiat semua menuntut ilmu murid. يعني ترك اللعب والضحك. ليس سوي نتو تنقل ان يبقى توا يبقى سيبقى لامو. التحدث مع الاخرين. Ini kalau سوي نتو تنقل ان يبقى بسرعه يبقى سيبقى دايما. استعمال الجوال. Ini kalau sebagai kita ni di umusal sim cellphone asabu nag explain. Kamera التصوير. Iban sin magpatta. نعم نريد ان ننتجل بعد ما طالب العلم في هذا المجلس. واجب kita ni ubi amang amang kayung kung halap utabiat sin menuntut ilmu. يبقى معنا المشاركة في الدرس، نريد أن الجميع يشارك معنا حتى ولو كان يعني بغير اللغة العربية يشارك، المهم أننا نعرف انه يعني وصلت اليه معلومه. واجب تنكاتو تاني لما مجسيا او نونو نبا ادنا كوانيا ومياك بن كبايا شوشيف من سان بكون نكون بحث عرب او من لما مجسيا تاني مكتشف بارتيسيبي او نونو نايم نكوسو ناتو. اذا اتفقنا على هذه الشروط مع شرط مهم جدا وهو المواظبه على الحضور يعني عدم التغيب عن الدرس. يعني لا احد يتغير ولا احد يتاخر عن الدرس. نعم. واستيغ همان اسارات نسابوتياتو ناين كبايا عن الشيخ بامونغيرون داوتوز كيتانيو نفاتات كابون ناتو يبيع مانا فاتحاجا تيدي ويجي كيتانيو يبيع مانا فاكابسين سبب الشيخ يدو تو فاكو سومدا سبب كوينا. اذا اتفقنا بدانا بالدرس ان شاء الله تعالى.
Kung sa upama niya, mawala na ka mong bisara terto, dinedibang himo, mayroong cellphone, mayroong camera, di magbisara, magtagna na kita. Diyari, mawala ka mong biyas to. Kung sa ba? Eh, di mga magbisara sumulang naman diyari siya nilang di mga patindukon at awa asuhon. Banishment. Bama na نبدأ في دراسة هذا المتن لابد معرفة أمور خمسة. نعم. أدي بعدين أني وحفظتنا سن كتاب أنصول ثلاثة واجب نتو كإنعتان لما كرقالا. الأمر الأول لماذا ندرس التوحيد؟ لو قال لنا قائل لماذا ندرس التوحيد؟ نعم. لماذا لا ندرس مثلا فقه أو نحو أو مثلا علم kung doon sa ormana da. Nah, di mana ada dosa tauhid? Wasilima para kala ay panagdan para kala mga subo may ta kita mga jin si tauhid. Di ta pauna unip pag pangaji na mo atawa duwa ing ilmo atawa mga pag ini pag pangaji si mga computer yo may ta ayat to subay pauna unip pag tauhid. Mani ay. Isiyon makaingat. من يعرف لماذا ندرس التوحيد؟ نعم. لأن رسول الله. نعم، أولاً لأن الطالب لابد في طلب العلم أن يرجع إلى العلماء، والعلماء رحمهم الله أرشدوا أنه أول ما يبدأ به في طلب العلم علم التوحيد، نعم. إن جوابك ميتا قولاً تي توحيد، سبب لو في شيخ كتاني هو مريد. نعم مريد واجب نيابي مع أورولون in aturan yutak si mga kaulangan dengan sa obreto wajib kita niyo umupiya ka kaninang nilayat ko. Wa lianna na kulikna hasan wahid Allah subhanahu wa ta'ala. Damikian niya hanggang pia ang paunang din tawhid sabab pia panjari kita sin Allah ta'ala supaya ini manawhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la akhbar Allah subhanahu wa ta'ala ay amal illa bin tawhid. Di tayo maong sin Allah Ta'ala ang kata ng madiban at malingkan subay ang tawhid. Wala sa kundin na ilang wahid. Di makasood palang sunsuruga imano siya nagsisirik. Da'wat al-Anbiya wa Rasul alayhi wa salatu wa salam. In tawhid ang unayan, in da'wa sin kanabihan, iba sin karasulan. Istakara lang. Sabab si pagpangaji sin tawhid, tumatap in kasanya nga iba sin kanong lam sin kauman. Wal-hidayat. Tumatap in hidayat din doon kayo. Wal-tumanina. Iban, tumatap in kahanong halong sinatay mo, iwan sinamal ibadat mo. O sabab ni syafaat in Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Bangkaw na nga jisin tawhid, masyafaat kaw sin Nabi alayhi salatu wa salam. Bal, nahnu bihajat tawhid, akhtar bihajat na nagpa'am wa syarab. In hajat na to mga jipa tawhid, labiring si pagkaon, iwan si pag-inom si kita niyo. Thumma, ila jahil na insan, o saan mabalan, وقال لأي أحد منا قال هل أنت موحد؟ ماذا تقول؟ سوطاماني يا أمم سبوكي مو إني قولي لي كويا نتتوهيد الله سبحانه وتعالى تقول لك جواب مكانيا تقول نعم أنا موحد إني جواب مكانيا يكتو أول إن أبو تتتوهيد فتوهن تقول طيب فإن لهذا التوحيد الذي أوجب الله عليك وعلمك أنه لا يعمل أي لا يقبل أي عمل إلا به ولا يدخل الجنة موحد، ما هو هذا التوحيد الذي تدعيه؟ نعم. لنظمك أني أنا بطرنا 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 التوحيد كارنا بانقوي من التوحيد تيكو بسور سن الله سبحانه وتعالى ولم سن سرقا سرقا تيكي سبتين مؤمنا من عبادته بطرنا 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 فإذا عرفت التوحيد بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام معنى هذا أنك موحد. لما سوف تعمل يا مالي ليمو لكي تعمل التوحيد أو التوحيد بما أني كويا سوى سائل فنوحيد فالله سبحانه وتعالى بأسيد فنوحيد النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا لم تعرف التوحيد وتقول لا أدري ما هو التوحيد معنى هذا أن شهادتك أنك موحد شهادة سوء. Ang sautama niya ay ako muslim di mo kaingatan, di mo malilay ipanamhid, di pangganan tawhid, di mana yung pagnaiksasi mo pa Allah subhanahu wa ta'ala pagnaiksasi puti, kumbunan. Umalfak, bayna hala o bayna muslim?
إذا لا أعرف التوحيد. Orang yang terbeda dengan masin musyrik nanti syirik Allah Taala. Bal Abu Jahal Rasul Kufur. يعرف معنى لا إله إلا الله وهو كافر. وهناك ممن يدعي الإسلام ولا يعرف معنى لا إله إلا الله. فأبو جهل في معنى لا إله إلا الله يعرف معنى لا إله إلا الله، هناك من يدعي الإسلام لا يعرف معنى لا إله إلا الله. نعم يا أبو جهل keingatan di mana si la ilaha illallah. Sekali ini kau nak kukulai kau muslim, di muka ingatan la ilaha illallah. Mas mengingat pakai murid, mengingat pakai mu Abu Jahal. Sampai Abu Jahal keingatan la ilaha illallah. Aw mga manusia nak da'wahin sila Islam, sekawa di nila keingatan di mana si la ilaha illallah. Thumma aiba Lau ja'ilai إنسان وقال هل أنت مشرك؟ نعم. وهو سبحان سوبانا دوما تنقي ممانوس يا أسوه ما قولي لك يا نتي شريك الله تعالى تقول لا أعوذ بالله أنا لست مشرك مريك يا أبوكان يا بكون أبو نتي شريك بكون أبو كافر. طيب يسألك وقل ما هذا الشرك الذي حرم الله عليك؟ ما هو الشرك؟ أسوه مو قولي بقنا نتي شريك أمن يرى كي مسلم الله تعالى هنامه تقول لا أدري أري إجوابه ديكو كي نتن بمن يبقنا نسجيري إذن لا تدري ما هو الشرك فلعلك واقع في شيء من الشرك وانت لا تدري عنه نقل كديكو كي نتن نسجيري أدى قال لا إني كوي أن كي نتن نسجيري أتوا كي نتن نسجيري أو يرون مسجد ينامان. إذن أوجب الواجبات وأول الواجبات معرفة التوحيد. إن فنبنا عن أموين واجب كواجب سن الله تعالى أمنين أمينا سن التوحيد فالله سبحانه وتعالى. وكذلك لا بد من معرفة الشرك حتى لا نقع فيه. دمك يعني واجب نتو إنتو الشرك حسبايا في تاريخ مكهنا كبان مكاروك الكنية. نعم هذا هو الأمر الأول قبل الدراسة. لماذا ندرس اخترنا دراسة التوحيد؟ أميان إن فنبنا عن فرقالة ديك هم من سبب من تأتى بمجيون أدلويني في التوحيد. السؤال الثاني لماذا اخترنا دراسة هذا المتن أي متن أصول الثلاثة؟ إن فنسبوا الكروة Main tak tahu pengaji ulin kitab al-usul al-thalath kami undang-undangan di utang kata yau. Kita dalam sekitar al-matan, lihatlah nafullah, wal-talib labu dan yarji' di talab al-ilm ila al-ulama rabbani, na'am. Main tak tahu yang pilih in kitab usul al-thalath, karena in kita ni murid. Ni murid, wajibnya upihan ibad urulun in aturan di utang kata tani sinang ulama. الآن يريد رجل أن يدرس الطب ويصبح طبيب فماذا أصبح؟ نعم نصوبان أن يأمانوس يا ما بايا أسيانا الدكتور ما بايا أسيانا بيسكو الدكتور قولي لنا مدنيا يذهب ويشتري بعض الكتب وبعض آلات الطب ويفتح محل ويعالج به الناس صحيح؟ أوس apa sih yang kami kitab? Apa sih yang kami mengamal krensin? Unu-unu dari mengamal tampak? Terus apa sih yang kami buat? Dengan bahasa saja saya itu. Biasanya saja kitab. Apa sih yang kren? Yang mengamal kuis dunia? Terus kami buat nasi ya. Itu cuma kami buat mengungkani. Tidak, tidak mungkin. Labud yang nerja'i ahli al-iqtisas, al-atabah, wa'arif mutatallibat al-dirasa, wa'adus, wa'adah ala yukhtabah, بعد هذا يتدرب حتى يكون مؤهل ويعطى إجازة الطب ثم بعد هذا يعالج. نعم نعم يا بنت هالة اني انا مكيش كل دكتور دي سمي نعم دكتور كان اما الدكتور سبي سيماهم كما عمين دكتور عمين كورسيا اون مكين دكتانيا فقوص امبا سيما ترابيس فقوص نعم بس يتهلان عمين بيا مانا من كاتارانان انسيا من جرينا او نفرميت لما ليست اما الدكتور. كذلك طلب العلم لا بد
أن تسلك الطريق الذي سلك العلماء حتى تصل إلى ما وصل إليه. نعم. بأن نسب كل إنفقتمنج واجبنا تقول إنترانا بيوتك سمان قولانا حسوفا يقو بعمنا دمك فقا أمو إنكرا تمن ملا يكتو حسوفا يقو مينا علماء بسم سلا هذا الأمر الثاني لماذا اخترنا دراسة هذا المثل أي مثلا الأصول الثلاثة. نعم. Amu yang dimikarwa para kala hangkan nanduk pini ijtab usul salat. Al-amr al-thalith. Ma hiya usul salat? Ini katu para kala pamasu unu impaknanan al-usul al-thalatha. Al-usul al-thalatha bihtisar hiya asal tibqa. In kaupuan sin al-usul al-thalatha amunahi pasualan sin dua malaikat alam sin kuhu sin kita ni. يسأل الآن العبد في قبل عن ماذا؟ من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ هذه هي الأصول الثلاثة. نعم. أميان إن كهوكو أنسن على الأصول الثلاثة فما سبو سندو ملائكة ترون سنكور أسبوه النيلة كوهي سنكو عنه ومن آدم مو إبن بنه سنبيه. إذن نريد أن ندرس أسئلة القبر هي الأصول الثلاثة. نعم. أبيرون مبايعنا تمجئون إن فسؤالاً سن ملائكات ألم سنكور أمني نوزول هلا السؤال أو الأمر الرابع ما هي الثمرة التي نجنيها من دراستنا في هذا المتن المبارك أو هناك من يقول هل هناك جائزة أخذها إذا درست معكم الأصول الثلاثة. نعم. Ono imbiak mga puti iban simbunga simpak pangajit na to sin usulut talaga. At away sa mong mga subukat at tanimu, ono marin ka pa itahan ko at awa unim price ko mga pangajit ko in usulut talaga, unim price ko. Al-ja'iz na Allah a'alam anna insan ila ta'alam in usulut talaga awalan, thumma amila biha thani, thumma da'a ilayha, thumma sabara ala al-ilm wal-amal wal-da'wa, bi-idhni Allah yib'an asalat al-qaf, وهذه أكبر ثمرة ونعمة ولله الحمد. نعم. إن سلكت لك قبائل دهان سن فقمتي على أصول الثلاثة والله أعلم بمسير ناجي سن أصول الثلاثة فقوس ينقو تأنيا فقوس نبدأ وسيانا نوقتوا فقوس نكسبر إن شاء الله تعالى ما كجواب سياسة فسؤالا تتنيا هم كان سن دو ملائكة لو سن قبورك. الأمر الخامس على ماذا يحتوي هذا المثل المبارك أي مثل الأصول الثلاثة؟ نعم. إن كلمة بركالة أنو إلو أنسي كتاب يوم أنو إلو أنسي كتاب يوم يحتوي على أقسام خمسة إلو أنسي كتاب يوم أكاو أني لما بركالة القسم الأول المسائل الأربع In panagnaan, amunain, upat hukuman at upat parakala. Wa al-qisma al-thani al-masail al-thalath. Ini karwa parbahagian, amunain, tu hukuman at upat parakala. Wa al-qisma al-thani, limada nidrus al-tawhid. Ini katu, luusin kitab, may tak kita ni mga jisim tawhid. Wa rabi' syarh al-usul al-thalatha. Ini ka upat niya, lilayan sin al-usul al-thalatha. والخامس والخامس. إنك لما أمنعين هنفسان في كتاب. المسائل الأربع. إنك كإنسان يبلغ أنه. ثم المسائل الثلاث. إنك روى أمين أي بنانا مسائل الأربع قد فرقالا كسؤالا. إنك توان يوم مسائل الثلاث. ولماذا ندرس التوحيد؟ إنك توميت كتاب مجلس التوحيد. شرح الأصول الثلاثة. إنك أوقات لليس الأصول الثلاثة. ثم خاتم. إن كان مقصد الكلمة أمولاي نقصد سجدة. هذه مقدمة قبل البدء بالدراسة. أمولاي فمقلو بقول كتاني لله سجدة بعد أصول الثلاث. نعم، من يعيد لي هذا الذي أخذه؟ إزيو إندي إنما كلمة بيا. لا ينسى، لا يلتزم أن تكون الإجابة باللغة العربية. أمولاي نكوانا رندو، إزيو بيا مما نكوانا. Kung nagkuno wajib sumilu ng Arabiya sa bahasa na pagkasal. Na. Masay, ang malas masay ng Arabiya, masay ng Arabiya.
طيب أقسام الأصول الثلاثة، قلنا أقسام الأصول الثلاثة أولاً المسائل الأربع، ثانياً المسائل الثلاثة، ثالثاً لماذا ندرس التوحيد، رابعاً الشرح الأصول الثلاثة، والخامس الخاتمة. فتح الله عليك. نعم وينتو اللون في كتاب لما بهاد كيسانيا Amuin lima hukuman atau empat hukuman masailul arba ini karo masailul talat amuin tu hukumannya tu ini katu lima beta kita niu mengaji sintauhid katu sabu tulis talata kau us beta kita niu mengaji sintauhid ini napusan niya amunai napusan sih kita. Nah, baik. Qabla hadha qulna عندنا أمور قبل الدراسة منها. Nagawana na tuhin doon. Hindi pa kita niyo makapag-ilay sin usulong talata o mga parakala na sabot na itong barang na. Nga, mani. Mayimbe na yung mga sabot ito. Nga. Asya lawa sa anna kapag nadiras. Limada nadros? Limada nadros at tawhid. Hala asya lawa. Asya lawa. Limada akhtarna dirasat hala al-majlis, majlis ng usulong talata. Nagawa na ito doon, pangasubo may tak kita niyo mga disintawhid. Ini karuwa, may tak pinin na ito in kitab at usulong talat. Wa ma kaya ang usulong talat ang iktisar? Ano yung pangganan usulong talat sa aking natukuan niya? O na yasir itong kawal? Dalawaban na na ito, ang muna yung pangasubo si ito ang malay katalong sumbo. O sa na kawal? ما هي الثمرة التي نجنيها من دراستنا أصول الثلاثة؟ الخامس والكوفات ونبوما إبن برايس بنقوم مجلس أصول الثلاثة. والخامس قلنا التقسيم ومحتوى الأصول الثلاثة. نعم. نكا لمن يا أموين باقي أنس كتاب يأون إبن بنقولوا نماني بمجان هلوني. نعم. من يعني هذه المشاعر؟ أنا لا Siapa pun yang dia mengawal, tak jawab dia tu, itu nasabu dia tu. Ada kamu orang khamsa. Man? Nah. Lima ada nadrus tauhid. Walima ada nadrus matan al-usul al-thalath. Nah. الثمرة التي نجنيها من دراستنا أصول الثلاثة ما هي الأصول الثلاثة باختصار وإفهام فتح الله. نعم. أو يعطي الجواب. كيف الجواب نيتو ميتا إذا ما نجلس في التوحيد. وكوبوس ميتا نتو بيني إن كتاب الأصول الثلاثة. وكوبوس Ini bang unu yang biar mga price yang masing bunga makawak dato. Usang mindu usin mga kita kalau kami usin kita kan usul sudah. Kita nabda' bi'idhin Allah ta'ala bil khasm al-awwal. Ma huwa khasm al-awwal di hadha kitab? Unim panagnaan lo sin kita. Sapurtin lo. Kama lana maksam. Ma huwa khasm al-awwal di hadha matah? المسائل الأربع. المسائل الأربع. إذا نريد أن ندرس الآن المسائل الأربع. ما هي المسائل الأربع؟ المسائل الأربع جمعت في سورة العصر. نعم. إن بنتنا فنجي وسكتان يبيعون كتاب أمنا المسائل الأربع أبد حكما حتى أبد فرقالا. إن كوفانيا إن أبد فرقالا فنجي وسكتان يبيعون أمنا إن لم يرسل الله تعالى سورة العصر. نعم. المسائل الأربع جمعت في سورة العصر وهي العلم والعمل والدعوة والصبر. علم ثم عمل ثم دعوة ثم صبر. أين أكون مقبلين غنى غنى أنا مشكلة. بس المسا سأكون. نعم. أولا العلم ثم العمل ثم الدعوة ثم الصبر. نعم. Inupat para kala ito, ikaw po niya, amin yung suratul asar, ikaisa niya, mga di,
pag-uus maghinang, pag-uus magdawa, pag-uus magsaba. Ina labod ang tujahid nafsak awal. Jihad al-nafs yakun bisurat al-asr, bil-ilm, wal-amal, wal-da'wa, wal-sabr. Na'am. Wajib na asubay mo paunahon jihad al-nafs. Amunahin upat parakala na bang kila surat al-asr. Ika isa niya jihad al-nafs, mga jikaw. Pag-uus ang kautaan mo inilmo mo. Pag-uus magdawa kau, pag-uus magsaba. Ina. Labot awalan min al-ilm, ang nata'ana. Managnaan, wajib kita niyo mga adji. Subay tuod ang ilmo. Qabla al-amal. Adi, pagkaw makahinang subay ko mga adji. Liana man i'amal bila ilm fi shabah bin nasara. Sabab, yung mga sila muslim makamal ibadat o iro panghati ang piyakanggilan ni Bansin Nasraniya. O man i'ta'alam wala i'amal fi shabah bin yahud. Yung mga isap taga panghati sa kawa di makamal ang piyakanggilan ni Bansin mga Yahudi. Inan, nata'alam awala. Dahil nga sabab yan, wajib ka itong mga adji na. Kaila ta'alam na na'amal. Pagkita niyo na panghati, ang gautaan na ito, ilmo na ito. Wa ila amilna, nad'u ila hada alladhi ta'alamna wa amilna bih. Bang ako na panghati na ito, daw si Sheikh, muna-muna, ang adji kita niyo. Bang ako na ilmo na ito, ang gautaan si kita niyo. Bang kaya ang gautaan na ito, nasubay kita niyo magdawa. Daw si Sheikh si kita niyo, wajib ang Muslim mangadji. Panagnaan mangadji siya. Pag-uus bang ako na panghati niya, nasubay niya ang gautaan. Bang kaya ang gautaan niya na, ang nailmo niya, wajib niya sa pasampayo. Ano? Nidang al-ilm, thumma al-amal, thumma al-da'wa, thumma al-sabr. Na'am. Dahil ang sabot yan, panagnaan, mga kita niyo, pag-uus ang gautaan mo, inilmo mo, pag-uus magdawa ka, pasampay mo pagkaimanan, pag-uus magsawar ka. Ayun, sa ta'ala, magyari kita o sunan. Na'am. Inilmo pangadiyon mo, uno-uno na yung kiyarita sin Quran, iba sin sunan. Thumma tasta'in billah subhanahu wa ta'ala al-amal. Pag-uhus mga yuk kau ataw mikitarang kau pa Allah Ta'ala bang man kau taupika na pag-amal ibadah. Thumma tad'u ila hada alladhi ta'allam fa'amil bihi. Pag-uhus ang pagkau manawag-tawag magpasampay maut kain mo kiyatihan mo iman sinukyang gautaan mo. Liannana idha lam nabda bida'wa al-kuffar ma la yasna'u ma'ana da'anahum ila al-baqir. Falabud an nabda nahnu bid-da'wa. Na'am. Sabab kita niyo puno di magdawa, di kita niyo tumagda magdawa, na inginahong kato si kapit, sila in managna kato, abi-abihon kita mong paagama nila. Ida, kan huna hufra di tariq, wa yamshi hada, wa yakad yasfot fi hada hufra, nunabduha o natruko. Namang sa upangan niya kung nagkakita kita tao, nagpapanaw, sakali inahunahan niya yung ang lumak, uno patuntuman na itong siya tawali. Labod na nangabyo. Nawalim na ito siya patuntuman. O ila tawag niya ako siya pa? Nabang na ito pasaran, mawulog maray, parang si lumak. Nasa? Na mawulog yan, tuloy nga sa wawin, magdo sa kita. Halafi hafak at dunya, mabarak, o nahlo na ka, ang nas, aw, shakulo, kurfi hafak ang nira, nangabyo mong malabod. Na'am. Bending na maray, inda lumak, haad daw kiyamat, naway pagduwa-duwa, labi awla na ito, suwigta niyo mong patungtong ganit. Inan, al-ilm, thumma al-amal, thumma al-da'am, thumma al-sabr. Na'am. Narin ang sabab yan, subay kita niyo mga hindi, mag-uus, mag-amal, mag-uus mag-da'wa, mag-uus mag-sabar kita niyo. Nasbir alama. Ano yung biyang pagsabaran si kita niyo? Nasbir awalan ala al-ilm. Panagnaan, magsabar kita niyo ang pagtuntut ilmo. Nasbir ala al-ta'alam. Wadid kita niyo magsabar, manuntut ilmo. Athani, nasbir ala al-amal. Ikaruha, subay, tatap, iman magsabar kita niyo ang pag-amal ibadat. Yani, tata'alam ang mara al-an.
وجوب الحجاب الشرعي إنه قام عن يبيعه من بغائي mengaji siagam deti natura sipak tirum biutang si sara thumma andama ta'amalu talbis al-hijab tu'la bakuhus imba bari bang siya nang hijab na lagi-lagi ul siya yan famala tasna tatruh al-hijab unin hinang ul simba bari bang siya ujudju ul simpak hijab niya wasbir al-amal ibon niya impak hijab atawa magsabar siya pag amal ibadat niya unapag hijab ثم ماذا تصنع بعد هذا؟ تعلم الآخرين وجوب الحجاب. أو وشين بابا يبغى سينا حجاب نا واجب ليس بين دو أني دو أي بابا يعمل دي ما حجاب. إذا لابد من الصبر على العلم والعمل والدعوة. ما سبب يعني نا واجب تركي تنيو مكسبا مكتوب علمه بقوس مكسبا مكتوب أمل علمه بقوس مناوب توب ما هو الدليل على هذه المسائل الأربع على العلم والعمل والدعوة والصبر؟ ما الدليل من الكتاب أو من السنة على هذه المسائل الأربع؟ ونقول إن دليل سنموين أبار فرقالة نسبت نتو علم فقوص عمل فقوص مدعوة فقوص مصبر كل إن دليل هاتو من يعرف؟ الدليل سورة العصر فتح الله عليه إن دليل أمنائين سورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر أقسم الله سبحانه وتعالى بالعصر بالزمن ولله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته وليس لنا أن نقسم إلا بالله ومن حلف بغير الله فقد كفر وأشرك نعم إن دليل هات أمنائين سورة العصر إن الله تعالى نكبر من شاء والعصر إن الله تعالى سيما فسيها وقته Dan Allah Subhanahu wa taala membayak-bayak sia kebayaannya memang sepahan. Ada kami kita niu dikita niu menjadi semua pemalingan pa Allah. Mang kita niu semua pa pemarugain dengan Allah na nakapak syirik kita niu. Kul insan fa huwa khasir. Ingkatan manusia nabak ila suratul asr yaun nak kalugian. Wala ahad ala wajhil ard muslim aw kafir illa وهو يريد الربح ولا يريد الخسارة. نعم. سبب إن ما نسي أهلاً سنكم يبيعوا مسلم نكات وكافر ديش يما بايا مكالوكي أنا. واستثنى من الخاسرين الذين آمنوا بعلم. آمين ويرهم كلام سن الله تعالى لأن ما ما نسي أهلوكي إكاي سانيا آمنوا ننمت بإلمه. وعملوا الصالحات عمل. إيمان yang kau taannya in ilmu ni wa amilus salihat nang maraya wa tawasau bil haq da'wa wa tawasau bil haqi nanawa tawab siya mau ta'agam islam wa tawasau bil sabr sabr iman nanawa tawab siya amui papak sabaru ina hadia al masail al arba amuyan in dalil si upat masalah na sa putsi kita ni Malayari na ako kita ni Om Karay, isa kang pupuwaktan na. Saan na ako kung lumagpo, ang malayari sa kita ni Om Karay. Dibiribiyon na ito, inagawa na ito yung doon, kapos pangkat na niya. Sabab na hindi ang makaingat, asuhon siya. Alhamdulillah mga katotay ng hura na kung kita niyo. Inapukuro na ito ini, hula Madina, hula si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wairun na kita niyo nagagato kaula si Rasul sallallahu alaihi wasallam yari na siya narita ko inkuro ini dengha mga huro na ulito Madina naging ito siya masjidin nabawi dengha kapagbang ng 2006 nasa bilbya ako nila sa katotan niyo kimita siya mari kala si kita niyo sa tamag dawa na masarap isirin ni anak apo si mga sahabat yari na siya si Allah ta'ala Miyari wa yun maksud magpatuntungkan ala sa katutan yung katan. Dari nga sa babiyak to, kung kamubaya mga suwa akida, insyaAllah ta'ala derek na. Sabab, ito niya may masuk na. Oo. Naunulay niya pagduwaruhan si kita niyo. Di unulay sa Rasul sallallahu alayhi wa sallam, kiyal kita niyo. Na wa yun lugay magdawa, magpasampay. Bukong di mana wa yun ilmo, lugay ibisarang. Sabab, ipupus diyaon magpakuntul si Nakida. Oo, sabab, ang larang inakida si kita ni Wesley sa ipagamalibala.
Amun yang tu karena sebab dia tu kemuliaan ini katukan ingatan. Biari si ada yang haula suci. Biari di sambil mga kaunan na tu. Ini ulan at ilu hala. Biari lah katukan iyo. Karena magpatuntung magpasampi sin ilmu. Karena sebab dia tu. Magsautama yung sub na tu. Umabir kung habara hanga kakuran sin kita niyo. Bas na nga siya kaula. Isub na tu. Api niya nakalendo. Nabasuan na tu. Pasawag. In sila ini ang muling guru kaya pangadya sin kami awla si Rasul sallallahu alaihi wasallam nara nga sa wabi at kumurang-murahan yung nagparsitibay kita niyo asubon kita biya namin may nagtulawak tindog siya ni Mania karna direct na sa ini pagtututin mo si kita ni Biya buko na YouTube, buko na Facebook sa yari katok miyari inin live sinulahyat to o, oh, ninasalasal niya rin nga magka tapos nag-injalas ni Mungkali na yun na siya rin sa ambil. Baad daw yan. Narihan sa wabiyat ko, alhamdulillah, magsukultum pa Allah Ta'ala, yalwa ikatot na rin nagkapagbalmata, iba siya ng mungkuro ini, na indeed to, matarang, kasi si Rasul sa wala sa lang, dinis mula. Ha? Nabi ako niya rin, ikatot na rin na bisita, na yung natutudlog pa sa niwakto ini. Bakita niyo mga susuway, wala masuhuin mo, upong biya mga asuhuway rong paid. Oh.